عايشه كم عائله هاي عربانه؟ والله ثلاث عوائل. ثلاث عوائل عايشه. اهم شيء انت عندك قناعه ابو محمد. الحمد لله. والله الحمد لله. والله نعمه من الله اخوي العزيز. القناعة اللي ما تلقوها بس بالعراق يا اخوان، مثل ابو محمد هنا يبيع بيض ومخلمه. يقول شلون الشغل؟ يقول لي الحمد لله والشكر. الله يرزقك ابو محمد، عاشت ايدك هنا النظافه والهاي العالم تشك عليها. الحمد لله حافظ على السمعه. الاخلاق مالتنا ويا العالم ونظافتنا ويا اهم شيء الملقى. اهم شيء اهم شيء هاي صارنا من حياه الحج الله يرحمه. الله يرحمه. تعلمنا هاي اخلاقنا، هو تربيته بعد. الله يرحمه. ربينا على هالمنهج هذا. والنعم من هاي التربية. والله ايش قد الحساب؟ شنو شنو السالفة؟ ابد 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 ابد. ايش قد حسابنا؟ والله شنو؟ شنو ما تاخذ؟ لا 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 ابو محمد ما اخذ وروح ابو حدا. بعد كل جمعة هنا خالد، هو مو بس الجمعة فتح يوميا من 3:30 بالليل ل 9 الصبح يوميا. اقدم لكم هذا الاكل الطيب والرخيص على الطرش الرنان. بس ما ايش الوضعية ماشية هنا؟ نعم. معيشه كم عائله هاي عربانه؟ والله ثلاث عوائل. ثلاث عوائل معيشه. اهم شيء انت عندك قناعه ابو محمد. الحمد لله. والله والله نعمه من الله اخوي العزيز. القناعه اللي ما تلقوها بس بالعراق يا اخوان.